بسم الله. دلوقتي لو انا عايز ارسم لاين من هنا لهنا، عايز اوصل بينهم، فهقول له انا عايز ابدا ارسم لاين وهعمل هنا هيت لهنا، تمام كده انا رسمت خط من هنا لهنا، ادوس رايت كليك عشان اخرج الموضوع. بس لما اعمل زوم الاقي الاتنين مش مع بعض خالص، تمام. ده طبعا بالشغل مظبوط. طيب انا عايز ابدا اشغل سناب، يعني عايز اقول له اعمل تجاذب من النقطه دي للنقطه دي. اعمل الموضوع ده ازاي؟ اولا عندي، شايف العلامه دي؟ دي علامه السناب، بدوس اقول له انا عايز السناب. بلاقي عندي سناب للسنتر، سناب للميد بوينت، سناب للاوريجن، تمام. طيب برضو عندي حاجه تانية، من سيتنج الاقي هنا السناب وابدا اختار اللي انا عايزه، او ممكن اشغل البوتوم بار يبدا يشتغل معايا بالشكل دوت. احطه مثلا هنا، الاقي السناب بقى شغال معايا. ممكن اقول له انا عايز نير سناب بوينت، كي بوينت سناب، زي ما انا عايز، ماشي. ممكن اقول له انا عايز ميد بوينت، ابدا ارسم من النص، كل مره من حاجه يجيب لي النص بتاعها. يعني مثلا اقول له من النص دوت للنص ديت بالشكل ده، ولما اخلص اروح دايس رايت كليك، او هو لما الشكل بيتقفل بيقول لي خلاص كده كفايه عليك، تمام. السنتر، لو انا عندي دايره ممكن اقول له السنتر، الاوريجن، سناب، زي ما انا عايز. اقدر افعلهم كلهم، اقدر افعلهم كلهم وابدا اشتغل عليهم. ممكن اقول له انا عايز مثلا بيربنديكولار، يعني عايز ارسم خط عمودي على الخط ده، ماشي، عمودي على الخط دوت. طيب انا دلوقتي حطيت الاوبجكت سناب ديت، وعايز لما اقفل المايكرو ستيشن وافتحه يفضل الاعدادات دي موجوده. انا عايز احتفظ بالاعدادات ديت، مش هاجي الاقيها شالت. فاجي هنا من فايل اقول له سيف سيتنج، سيف سيتنج. انا ما عملتش سيف للشغل، انا عملت سيف للاعدادات بتاعتي. او من ورك سبيس اقول له بريفرنس، واجي هنا من اوبريشن اختار سيف سيتنج اون اكزيت. اول ما اقفل المايكرو ستيشن اخر اعدادات كانت موجوده احتفظ بيها، تمام. اوكي طيب لو انا عايز اخفي الجريد ديت مش عايزها معايا، هاجي من سيتنج واقول له فيو اتريبيوتس، وابدا اشوف اللي انا مش عايزه. انا ممكن اخفي الجريد مثلا، ممكن لو في عندي تكست اخفيه، التاج، الباترن، اي حاجه انا مش عايزها ممكن اخفيها، واللي عايز اظهره ابدا اظهره. يعني دي مثلا عايز اخفيها مثلا، اقول له مش عايزها، الجريد ابدا اظهره زي ما انا عايز.